السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من برنامجكم المشهد، ونناقش فيها موضوع أولويات لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار السياسي ما بعد التعديلات الدستورية وما بعد تمريرها. معنا للنقاش في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سيد محمد المحمد، رئيس حزب الجيل الجديد وعضو لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. بداية، ما الذي دار في آخر اجتماع للجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي العربي الأمين. بادئ نقدم تعازي حزب الجيل الجديد لمناسبة المرحوم المغفور لها بإذن الله زينب بنت عزوز الخالة إلى أسرة أهل عزوز وإلى الشعب الموريتاني، كما أقدم تعازي الحزب إلى الشعب الموريتاني بمناسبة هذا المنكوبين النكبة اللي خلقت. هذا الضحايا، أهل الضحايا معزينهم، معزين الشعب الموريتاني، وراجين لكم اللي الجرحى الشفاء. فيما يخص لجنة الحوار والمتابعة، فعلا أنا اليوم ما كنت في الاجتماع، كانت عندهم يقال بعد الاجتماع وعدل، وكان نتائجه عندي، واللي أهم فيه فعلا اللجنة المستقلة للانتخابات وفات مرحلتها، ومن يا الله تندرس القضية اللي تشكل بها وإطارها، وكذلك المجالس الجهوية، وكذلك المدونة الانتخابية. معناها أعلن الفات وصادق عليه في الدستور الموريتاني في آخر شيء، قال له التعديلات الدستورية، والمراحل الثانية هي اللي تعكف عليها اللجنة، فهمت؟ ياك على أنها تدرسها وتصيرها صيارة محكمة، وتدرس كل القوانين المتعلقة بهم وتصيرهم صيارة تعود له تؤخذ بطريقة المرضية. الاجتماعات اللي تعود إن شاء الله متواصلة في الأسابيع القادمة، فهمت؟ لأن كان الاجتماع اليوم اجتماع يدرس بعض من وجهات النظر، ويطلب تصور عن 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 اللي الله يخلق. والآن في اجتماع ماضي، فهمت؟ برهن هم اللي أعلن العمل اللي الله لا لن يوفر نتائج الدستور، أعلن مدة أسواك العمل وتقوم به، أعلن تشكل لجان، فهمت؟ تعود على كل حال من كل لجنة تشرف على موضوع. إلى أن ذاك ما فات تم بلور. احنا بعد على مستوى المعارضة أن يطلع منها شكلنا لجان في وقتها. طيب، يعني التعديلات الدستورية كانت تشكل أولوية بالنسبة لكم سواء على مستوى الأحزاب أو داخل اللجنة حتى الآن، يعني وبعد تجاوز مرحلة هذه التعديلات الدستورية، ما أبرز أولويات اللجنة؟ وعلى أي أساس تختار أو تحدد يعني البدء في نقطة معينة من مخرجات الحوار؟ شوف، فعلا كانت الأولوية لأن كاملين كمحاولين بعدنا نوخو ذاك اللي اتفقنا عليه، ولا سيما البند المتعلق بالتعديلات الدستورية، وذاك هو الأساس، معناه هو القاعدة. عند منين يوخر نعود نتقدم شهر المراحل الثانية. وفعلا على ان فيما يخص قاع التعديلات الدستورية، فهمت؟ اللي صادق عليها تبرهن اعلن 80% من العمل تم انجازه. الشيء يبقى 20% المتعلقة بالنسبة لنا تصورنا، بعلنه عبارة عن صياغة مجموعة من القضايا اللي تم دراسته فيما يخص الحوار، وتم طرح الآلية اللي الله تنقبض لها. إلا أن فيما يخص اللجنة اللي تشرف علاش اللي تشرف حسين، قالوا دراسة المواضيع المتعلقة بها وتطرحها وتطرقها، فهمت؟ ياك على أنها تصيرها صيغة محكمة على سبيل المثال. لكن سيد الرئيس، يعني أن تكون التعديلات الدستورية تشكل 80% من المخرجات، لا يفهم من هذا أنه المخرجات ربما كان الهدف منها فقط هو تمرير التعديلات الدستورية؟ لا، لا تفهم الطرح القتان. 80%
كقياس قيلوان ما قصدي به بعد هو الجميع 100% معناه الورشات تكون 4، واحنا محتسبين الا ان القاعده الاساسيه اللي هو الدستور والتعديلات اللي فيه اللي متسفه من القوانين ياسم القوانين متسفه ياسم المواد متسفه على انه كان ياسم العمل تم القيام به فتره وجيزه وتم ملي دراسته بدراسه متانيه واعطوا كله معناه على انه ما خلات فيه اي ثوره ولا خلى اي نقص وعدها بطريقة إيجابية وطريقة تتماشي مع 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 متطلبات المحاورين فهمتوا صارت صياغة دستورية وقانونية. طيب الآن على أي نقاط ستركزون الآن؟ إحنا 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 ما في نقطة أولوية عن بالنسبة عن الثانية، كانت النقطة الأولوية كانت القاعدة اللي هي المخرجات الحوار وعدلنا الجزء الاول اللي هو تعديلات الدستور الثاني، لكن في النهايه ستختارون نقطه على حساب نقاط اخرى. الثانية عندنا مجموعه نقاط، عندنا شيء قالوا المدونه الانتخابيه، وعندنا شيء قالوا المجالس الجهويه، هذه اللي مش جديد فهمت، اللي مهمه الى اقصى درجه لانها حال محل الشيوخ افتراضيا، لان الشيوخ كانوا مشرعين ويعدلوا، وهذا عباره عن 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 لجنه محليه دورها دور تنموي واقتصادي ولا تعود تمس حاجيات الشعب الموريتاني وتمس من 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 مشاكله ومعاناته وفهمت، وتحاول على انها تغير من فهمت الى الاحسن، وتحاول على انها تدير المواطن الموريتاني في الصوره اللي الله يعود فيها، معناها على انها تحاول على انها تجلب للممولين ومستثمرين والاقتصاد والمشاريع ياك عن تنمي المنطقه. هذه اللجنه هذا المجلس الجوي مهم، لكن هم اللجنه المستقله. هذه النقاط التي ستبدأون بها يعني بعد التعديلات الدستوريه، هل يعني نص خلال الاتفاق الذي خرجت به هذه التعديلات على طبيعتها على هيكلتها على طريقتها، ام انكم ستناقشون من جديد الطريقه والاليه وغير ذلك؟ شوف في الحوار كل شيء تم الاتفاق عليه، ما في شيء جديد له يجيبوه من قال هذا وعدته لجنة الحوار من جديد، لا يا قال فيما يخص النقاط ونفسها وفهمت ودراستها، احنا عندنا مسود الحوار عبارة عن كلام المسود فيه جميع الاطروحات والنقاط مطروحة فيه، واحنا اليوم لهنا عكفوا انطلاقا من مخرجات الحوار اللي عندنا كلجنه فهمت، اعلنا نحاول بعلنا ندرس كل موضوع المواضع كامله الموجوده ونقرب وجهات النظر فهمت بين الفريقين فهمت، اياك عنا نخلصوا على نتيجه ايجابيه تعود هي اللي مشرفه. على سبيل المثال احنا ما يخص البند الفات وصادق عليه، كان في التعديلات الدستوريه كان شيء قالوا متعلق به، يعني شيء قالوا المجلس الدستوري، وين المجلس الدستوري اللي فيه من شيء طلبنا احنا منه من شيء مهم فيه، يعني عود عندنا فيه التمثيل وحصلنا على الثلث، وهذا بالنص ما كان مكتوب، يقال بعد كان في الحوار يقال ما كان مطروح وفهمت، اعلن ما معقول عن المعارضه تعود ما هي ممثله شيء قال له المجلس الدستوري، لانه وهو الحكم وهو المصدر لكل شيء وهو اللي الطعونات وكل شيء كامل له يوجه له، وبالتالي لابد تعود هنا عين واريه تعود تشوف، وهذا فعلا علينا حققنا منه هدف، علينا حصلنا على ثلث اعضاء المجلس الدستوري انطلاقا من الانتخابات القادمه. طيب انتم عند الاحزاب الثلاثه في المعارضه هذا كمكسب، نقول لك جايك معناها على ذي اللي لهنا نجتمع عليه والله مواصل لجنه الحوار المتابعه في مخرجات الحوار اللي نطبقه على ارض الواقع شنو؟ بعلنها ليه النقاط كامله اللي داخله في اطار الاتفاق أن ليس دراسة توسيع اللجنة المستقلة للانتخابات، المجالس الجهوية إنشائها، الطريقة اللي ليش تنشأ بها، تعداد اللائحة الانتخابية، الطريقة تعدل بها، النسبية البلديات، التوسعة. هل كل هذا نص عليه نصت عليه مخرجات الحوار أم نصت فقط على العناوين العريضة والتفاصيل أنتم تناقشونها وتتفاوضون بشأنها؟ ما نظل إلا نصت عليه، احنا نقول الشعب الموريتاني وعلنا عدنا حوار ومدده 3 مرات قصنا به ياك على النقاط كامله الموجوده تشبع، معناها احنا تدرس كامله
ولا تخلى نقطة ما درسناه، ما نظل اتفقنا عليه وجبرنا النقاط كاملة يا الله، كل شيء متعلق به موجود عندنا، موجود في التفاصيل، موجود ولا عند المقربين وعندنا كامل. طيب لنناقش العناوين مثلا، العناوين المهمة فيما يخص مثلا المجلس الدستوري، على ما اتفقتم؟ المجلس الدستوري عملية جديدة، معناها أعلنوا إنشاء، عملية إنشاء ومتفقين، واللي لهنا درسوا صار ما يخص اللجنة من عملها فعلا، اللي تعكف على الطريقة اللي هو لابد من إنصاله القانون، عنده قانون، صياغة القانون تتطلب على تصور يعدل، لكن التصور احنا عندنا يا قانون ملي له نوسعهم ملي اكثر بواسطة ملي خبراء، ياك على ذاك الطرح والتصور اللي يمشي مع القانون وهو اللي له يقرهم شين قال له التوجهات العامة، التوجهات العامة ما هم حياد عنها، هم توجه يمشي عليه شي كان ماشي ذاك التوجه احنا ماشيين معاه، ما هم له عود شيء عكس عنه، يقال طريقة اللي يمشي بهذا التوجه ياك يعني يصب بالموضوع ويعود هو اللي يحركه. لكن التوجه في النهاية ليس بالضرورة أن تحترمونه، مثلا فيما يتعلق بالمجلس الدستوري هل ينص الاتفاق على إشراك المعارضة بنسب معينة في النص المكتوب لهذه المخرجات؟ شوف المجلس الدستوري اللي تكلمنا عنه حالة خاصة، احنا هم اللي طلبنا بعلنة المعارضة على المثل شن قال المجلس الدستوري وحصلنا على السلة الدستور على ذلك يعني شفوية وليس كتابية، لا وقع وصادق عليه، صادق عليه لجنة الحوار فهمت، أطافة كامل صادق عليه وصادقت عليه الوزارة الأولى وصادق عليه مجلس الوزراء وخار نهائيا وفوق. إذا المعارضة اليوم عندما عدنا انتخابات خارجين شن قالوا أهل أعضاء في المجلس الدستوري ليه تقبلهم تلقائيا، اثنين يعينهم رئيس الجمع الوطني عن طريق فهمت المعارضه، معناها الحزب الثاني والثالث، والحزب الاول عنده زعامه المعارضه فهمت يعينوا رئيس زعيم المعارضه يعين، وفعلا يعينوا لا من الحزب من حزبه لا يعينوا ملي عضو، معناها ان هذا دققناه اياك عن ما هم وقت اشكاليه كبيره، بعدين زعيم المعارضه له عنده 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 عضو، والعضوين الثانيين اللي عودوا كان هم الأول والثاني، قلنا لا على أن احنا طارحين شين قالوا الديمقراطية، وطارحين شين قالوا إشراك الجميع، ولا أن قاصين حد فلا حول ولا قوة نقصوا الحزب السياسي، معنا الأحزاب متساوية كاملين، ولكن ما حصلش إليه جبروا حزب جبر عضو ما قلنا أعطاه عضو ثاني، معناها على الأحزاب الثلاثة الأولى الحزب الأول والثاني والثالث في المعارضة فهمت، عند منين يفرصوا النتائج وحسب فهمت لا يجبروه تعضى، اثنين يعين رئيس الجمعية الوطنية للثاني والثالث، وراه هو ذا نص عليهم ملي نص عليهم ملي مكتوب ملي في الاتفاق ومخرجات الحوار التالي اللي صارت في الدستور موجودة فيه. معناها طيب بالنسبة للمجلس الدستوري ماذا عن المدونة الانتخابية، على ما اتفقتم؟ ياك صار ما نقدر نتعجلوا، احنا المدونة الانتخابية هو اللي له هنا ان شاء الله، لكن اكيد انطلقتم من خلال الانتخابات الماضيه ومن خلال تنظيمها واليتها وطريقتها، وبالتالي يعني كانت صحيح احنا فعلا في الحوار طرحنا مجموعه من القضايا اللي متاثره بها الساحه السياسيه، ومتاثره من اللي بها القواعد الحزبيه، ومتاثره بها الشعب الموريتاني. بعلن على سبيل المثال احنا هنا اناقش يعني مخرجات الحوار وليس ما دار داخل الحوار بالضروره، يعني كمخرجات على ما اتفقتم زي هو جاي يكفي. شوف هذا المخرجات اللي مكتوب فيها اعلن نشين قال على سبيل المثال البلديات اللي تعودهم توسيعتهم النسبيه الزياده اللي تعود حسب التقطيع كان هذا من ناحيه، من ناحية النواب كذلك هم الجمعية الوطنية اللي تعدل الشيء قالوا نسبية تعد مطلقة إذا قدرت الصح، وإذا ملاك بعدين زادوا مقاطعة الجمهور النسبية، وها ما يخص البلديات تعود مطلقة البلدية فهمت، تعود الأحزاب الصغيرة ما تم محاصرة، تم لا الحزبين الأوائل هم اللي قبلوا البلدية، يعني قلنا هذا أعلنوا ما هو ديمقراطي، معنى نخلو
نخلو الانتخاب يعود شوط واحد ويعود الأحزاب فهمت تقدم منها حصل شيء حصل عليه وطلعوا الشوط الأول، وبالتالي يعود اللائحة اللي أكثر فيها عدد تعود هي فيها رأس يعود هو العمدة، وهذا فعلا قط وطبق وكان موجود وكان مع طرح مشكلة. هم إشكال يطرح واحدين على أن العواصم الكبارات فهمت عن كيف تنواذبه كيف تنواكشط عنه اللي أثر على التسيير، وبالتالي قد يعود له أثر على أم البلدية على أنها تتم تحجب عن الثقة. والله مشينا نعلن احنا ما دمنا مشينا في معترك سياسي واحد وحاورنا فهمت كمعارضة وكأغلبية ما همشي له يأثر على مد له تعرقل شيء قال له المسار اللي ماشي. إذا سنواصل لكن بعد الفاصل ثم نعود لنقاش أبرز أولويات لجنة متابعة نتائج الحوار السياسي. فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نواصل النقاش في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، والتي نبحث فيها موضوع أولويات لجنة نتائج متابعة تنفيذ نتائج الحوار السياسي ما بعد تمرير التعديلات الدستورية، مع ضيفنا سيدي محمد المحمد رئيس حزب الجيل الجديد وعضو اللجنة. أهلا وسهلا. قبل الفاصل كنا نتحدث عن النقطة المتعلقة بالمدونة الانتخابية وبما اتفقتم عليه في الحوار وخرجتم به كمخرجات تترقبون تنفيذها. النقطة المتعلقة بالمجالس الجهوية، يعني ما طبيعة ما بلورتم كمخرجات من أجل تنفيذ هذا المستجد المتعلق بالمجالس الجهوية؟ شكرا جزيلا. فعلا على هذا المستجد والضيف اللي له عود جديد على الساحة السياسية وعلى المجتمع الموريتاني يعتبر على انه مهم الى اقصى درجه، لانه اولا بعد تجربتنا للبلديات وبعد فتره طويله الحمد لله يبارحنا لك على ان الشعب الموريتاني يختار على انه يعود امره كامله يحكمها بيده ويمارسها ويعود ما هم حد وصي عليه، لذلك ليعود الاقتصاد الموريتاني ليسيره ابناء الشعب الموريتاني المنتخب هو، وله عود امه اللي مات له كيف كان. لكن هذا كان يجري الاقتصاد كان يسيره أبناء الشعب الموريتاني لا غيرهم. يسيروه يقال تسيير ما هو بالطريقة هاي هون يتعود هون لا مركزية للتسيير. ولا مركزية كانت قائمة أيضا من خلال نظام البلديات. يقال هذا أشمل لأن هذا اللي يضيف لنا أننا نعد مجلس جهوي معنى مش قالوا التنمية الاقتصادية لهاي الولاية. وبالتالي مات له عود المشاريع اللي كانت تنطرح وكان اهلها يسافروا بعيد وعدين العاصمه وكان يفوت الوقت في بحث الملفات وتلواد الممول والى ذلك فهمت كان يفوت ياسر من الوقت. اليوم له عود عنده مجلس جهوي، لكن المجلس الجهوي له عود يعكف على تنميه المدينه وعلى المشاريع اللي تعود. السؤال الذي يطرح اين نقاط او ما هي نقاط الانفصال والاتصال ما بين هذه المجالس وبين البلديات، لانها كانت تلعب جزء من هذه الادوار التي تتحدث عنها. ذاك له هو اللي له عود في إطار دراستنا ما يخص المجالس الجهوية على انها اللي تعود انطرحوا فيها النقاط كاملة اللي متعلقة بخصوصية المجلس الجهوي والآلية اللي ليش تقال بها والرابط اللي ليش يربطه مع البلدية، هو اللي يعود حاضن للبلدية واللي يعود هم اللي مربي واللي يعود في نفس الوقت اللي ممول هذا من جهة، معناها على انه تصبح البلدية اللي تقوى وتتعزز بوجود هذا المجلس اللي حلها به اللي هو مجلس جهوي جميع الصلاحيات اللي تعود عنده والتمويلات عنده والمشاريع هو اللي يشرف عليها، معناها على ان ذاك كامل والبلديات اللي احنا نعرفونها تستفاد لها من 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 الضرائب ومن كل المشاريع اللي موجده ما هم تمويلك هو يخص به، فيما خصوص المجالس الجهوية احنا نحاول على ان يعود هم تمويل خاص للمجالس الجهوية، الطريقة اللي لهم قبل به شنو هي؟ هي اللي المجالس اللي تندرس فهمت؟ الطريقة اللي يمولوا بها المجالس الجهوية
باللي عندهم حق هذه الولايات عندهم حق في شيء قالوا اقتصاد موريتانيا يعتبرون انه نسبه توزع توزع العدل الثروه. هذا هو باللي منين جاء مزاج جوي عاد منين جاء شيء قالوا توزيع العدل الثروه ثروة موريتانيا توزع على الولايات يخلق التنمية. هذا لا يجعل على المواطن كان يمشي من ولاية واحد سين لكن بناء على ذلك ما الدور الذي سيترك للبلدية القيام به؟ الناس كاملة دافعة صار العاصمة بيشبه المجالس البلدية والله البلديات ما عندهم تمويلات ولا عندهم مشاريع فهم عندهم شيء قالوا بلدية وذاك اللي تحصل عليه من من الضرائب ولا وقلي يعود بعض الأحيان قاع يشكو قاع العمال قاع من رواتبهم يصبرونهم يعود قاع ما هو مغطي الرواتب بلاحا قاع تنظيف المدينة وأمورها وذا كامل فهم والقصة المسألة ما تلاش. لكن هذا الإشكال يعني هذا متعلق بفلسفة التصور التي على أساسها يعني تم إنشاء هذه البلديات. ما المانع من أن تقع المجالس الجهوية في ذات يعني الشراك الذي وقعت فيه البلديات؟ ما هو واحد. وثانية الأمور تطرح كتصور وتطبق. التصور ما يقد حد يقبل الواي قانون تلقائيا لا بد من العدل. هي دراسة وذيك الدراسة هي اللي من خلالها يطرح القوانين اللي له تضبط الأمور وتحبكها. إحنا البلديات ما عندها شيء قالوا تداخل مع المجالس الجهوية. مجلس الجهوي للولاية كاملة اقتصاد الولاية كاملة مشاريع الولاية كاملة البلديات كل مقاطعة عندها بلدية وحتى قاع بعض من البلديات ما فهمت بلديات مركزية معناها على أنه يبحث عن 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 تنمية البلدية من ناحية الجغرافية المنطقة اللي فيها. ما أقصد المجلس الجهوي مجلس الولاية عامة جميع المقاطعات والبلديات والمراكز الإدارية هذا كامل تابع شنو قال له المجلس الجهوي. هذا المجلس الجهوي له ذي المنطقة اللي هي ذي الولاية هي له يدرس جميع القضايا المطروحة والآلية اللي الله يطبق بها فهمت العمل من أجلك من أجلك البلدية بعد تنتعس بعد قاعد البلدية وتوعى بالنسبات اللي كانت فيه به البلدية ليه تحس على هم 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 راعي وهم مشرف عليها عنده التمويل وعنده عنده اليد الطولة عليها ليه تصبح هي تشتق وليه تستثمر هي وليه يصبح هم اللي يشرف هم اللي عليه كل المشاريع. بعضهم قاعد يدعون مساعد للبلدية كالمشاريع اللي عند اللي تعدل تنضاف البلدية تعود مشرف عليها من ناحية عدد الأدوار المتصل منها والمنفصل مع البلديات لهذه المجالس الجهوية المرتقبة. يعني ماذا عن طريقة يعني إنشاء هذه المجالس الجهوية أو انتخابها وغير ذلك؟ على ما اتفقتم في هذه النقطة؟ شفت الاتفاق اللي مبرم بيننا احنا والاغلبيه باعلان المجالس الجهويه له هم لجنه لتعكف لجنه متابعه الحوار وتطبيقه على تعكف على تطرح الاليه اللي يا الله والتصور حسب الطرح اللي خلق في الحوار. احنا ما لنا اللي نجيبوا شيء من جديد ياك تصور مسودة عندنا وياك كان التصورات موجودة عندنا حسب ياك تصور وياك المسودات وياك اللي عندنا كان موجود هو اللي له نوخذوه ونشتغلوا عليه وذاك اللي خلنا به هو اللي لهنا درسحنا وهم اللي نطرحوا فهمت طرح ايجابي لهذه المجالس الجهوية ياك علينا تعود ليش ما هم تداخل بيني والبلدية ولا هم ملي اللي يعود ملي التنافس يكون مشرف تعود البلدية تتنافس فهمت عمل ياك على انه تنعت على انها مشتقلة والعود الولاية المجلس الجهوي ينافس ملي لا المجالس الجهوية الولايات الثانية ياك نعت على انه شتقل في اطار عمله وادى مهمته. هذا اللي يخلق في تنافس ايجابي ولا يخلق في العمل بيدي احنا الاتفاق اللي الله يخلق لا عند منين نوخر شيء قالوا الصيغة النهائية للمجلس الجهوي والطريقة اللي يتم الانتخاب بها والطريقة القوانين المرتبة لك لكن هو اللي عند ذاك الوقت لهن وقعوه وعود عاد ملزم وقت عندنا تصور وياك تصور لهن درسوا هو طيب أين ترتيب يعني المجلس الجهوي من الأولويات أو النقاط الثلاث التي أنتم بصددها الآن أم أنها يعني العمل بشأنها سينطلق في آن واحد أم ماذا؟ العمل سينطلق في آن واحد بيدي قلت لك علينا احنا في سابق رمضان اجتماعاتنا الأولى قررنا والله فهمت والله نطلب منه
فهمت ك ك ك من 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 الحكومة بعلن علنا نعدلوا تصور الشين قالوا العمل الميداني نعدلوا له ليشان إياك علنا ما يخلق لك ساعة ما يخلق للانتخابات والاستفتاء يكون احنا جاهزين في المقابل ما يخص المجالس الجهوية واللجنة المستقلة الانتخابات والمدونة وعنا عدنا ثلاث ليشان. بالنسبة احنا كمعارضة نطلب منه وكذلك بدأ الله بعدنا احنا جزنا واخرنا لجاننا يقال حقنا على الملك قالوا انه ما هم الوقت ما هم متعجلين لان اختار الوقت ينعطى ولا يندرس بصورة مستعجلة واحنا قاعد تصورنا اعلنا كان استعجالي وعلنا ما الله نقفزوا نحنوا الين قالوا لنا لا احنا لا حالت تم سابق الاستفتاء يعود ايجابي والله الى اخر الاستفتاء يعود عاقب اسابيع والله يعود هم اللي يجلس المهم اعلنوا عاقبوا طمأنوا انه بعدا ما في شيء مستعجل وعلنا الاولويه شيء قالوا الدستور اللي هو يوخر لان يوخر عندنا جلسوا وهو هو اللي بدا الاجتماعات فيه نجلسوا نعود ندرسوا المواضيع لذلك المواضيع ما فيها موضوع لان يقبل على حساب الثاني دكتور عبد اللجان. أصلاً اجتمعتم بعد التعديلات الدستورية. ليه فهمت بعد التعديلات الدستورية لا تعد اجتماعين. لا تعد اجتماعين عقب تعديل معناها عقب تصويت الشعب الموريتاني في المجال اللي نقول انها هل بلورتم يعني هل بلورتم بعد خلال هذه الاجتماعات هل بلورتم نقاط محددة في هذا الإطار و يعني قطعتم بذلك خطوة في هذا الإطار؟ شت له نقول لك لا اللي خلي احنا في الاجتماع الأول كان فيه أولا تهنئة من فخامة رئيس الجمهورية مشيها الأطراف المشاركة في الحوار وشفت على العمل اللي قاموا به وكان همة رد مولي من المعارضة ومن الأحزاب كاملة على أن الناس اشتقت كاملة وكان عبارة عن نوع من 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 تبادل التهانة تبادل التهانة وطرح خارطة للعمل اللي قام به في الأسابيع القادمة والله بعد العيد مباشرة هم ذاك اللي قالوا عدوا قالوا بعد العيد مباشرة يبدأ الاجتماعات وفعلا فهمت ذاك الاجتماع كان فيه طرح التصور كنت نقول لك إلا أن العمل له يبدأ لاحقا وهو اللي ان شاء الله في الاسابيع القادمه والعمل اللي ان شاء الله هو والله قاعد في الاسبوع القادم له يبدا الاجتماع تلقائيا قد يخلق ذهنين من العمل اللي يبدا وان شاء الله هو ذاك كامل داس هم اللي بحسب هم اللي حسب انا الجدول المطروح معناها اعلن ما هم اولويه دون الثاني هذو نقاط ثلاثه هو ذاك اللي يخلق فيه الحوار له درس كامل فاسو طبق اللاشن قال له ذاك المتعلق بالدستور والثاني كامل ورشات الثانيه كامله اللي متعلق به كامل له يندرس فهمت وله مولي طريقه مولي محكمه وله مولي تصورنا في طرح مولي نطرح على مولي تعود اللي جان الموجوده هم اللي قانونيين مولي يعودوا يشرفوا فهمت على العمل اياك على اني لا قدم الصيغه تعود ما هي قادره تتماشى فهمت تعود توجه يعود همه انا قادم يجيبوهم احنا كاحزاب سياسيه لا لا فهمت لا يجيبوهم احنا ويجيبوهم هم طرفين كله يجيب فهمت اللي يعني احنا عندنا فهمت متخصصين في الميدان هم عندهم فهمت احنا عندنا تصور لهم عندهم تصورهم الان احنا لهنا نتفاق مع نبحث نطرح التصور نراه لانه يخدم المصلحة وهم يطرحوا وإحنا كاملين الماشي فيهم اللي يخدم مالي المصلحة العامة للشعب الموريتاني ما ندور الواية يكون اللي تخدم الشعب الموريتاني يعني إلى تخالف نفسي مثلا نردو رئيس الجمهورية وندرسوه معاه ولين يصادق مع أنه ما يتخالف لأن الطرح فتنة التوجهات العامة فتنة بدأناها معاهم وتوافقنا عليها ووقعنا عليها الاتفاق أيوة من ناحية. لكن لما لا تكون مرجعيتكم هي الاتفاق الذي اتفقتم عليه ويكون بذلك حينما تختلفون تعودون إليه لفض يعني نزاع بدل اللجوء إلى رئيس الجمهورية شوفت هو ما هو نزاع احنا هو خلاف بين طرفين شركاء بالحوار باتفاق ده هو معنى الحوار احنا ما لنا في كتلة واحدة
احنا عبارة عن طرفين، معارضة محاولة وأغلبية، نختلف احنا نطرح هذا الطرح على سبيل المثال. احتكمان الى ما هو احتكام، لا انا ما فهم. احنا في اللي حققنا في المجال، قلت لك انه قضية الدستور، احنا طرح كان فيه اعلنا طالبين شين قالوا المعارضة ستمثل، وإذا التمثيل دافعنا عنه اللي اجبرنا، اللي اجبرنا عضو واثنين اقبلناهم، قالنا متمسكين بهم وطالبين علينا الزيادة، اذا هو معنى معناها علينا احنا نقدوا احنا هم نتفاوضوا مرحلة معينة ونكتبوا ذاك ايجابي، يقال انه احتفظوا ملاحظاتنا وتحفظاتنا على بعض النقاط ندور على انها ذاك اللي طالبين احنا على انه يقبلنا، وبالتالي الرابط هون الحل، الرابط هون شنو اللي يرجعون هم لاحزابهم، فهمت؟ والله رئيس المنتخب واذا راى على ان احنا عندنا الاحقيه في ذاك يعدل، اذا راى هم اللي يقنعونا ونبي هم اللي قد يقنعونا، نقدر نشوف هم اللي بالمقابل هم اللي نتنازلهم على ذاك بالمقابل يعدلون الواي ثاني هم اللي هو. شفت هذا عباره عن 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 دراسه ايجابيه. احنا اليوم شيء كامل غياب اجنده زمنيه محدده، يعني ما دلالته؟ وهل من افق للانتخابات الجهويه مثلا؟ ما هم غياب الاجنده، احنا قد نعود ما فطرحنا اجنده لان كان عندنا عمل ممكن نوفينا منه، هذه الحقيقه. ضاكت اجتماعاتنا هو تطرح اجنده، بعد من يقال لين تطرح اجنده هو لين نعرف الطريقه اللي هو فيها العمل المفارق معه، الطريقه اللي تقد نعود لين نعدوا فيها انتخابات بلديه وجهويه وكذلك برلمانيه، ذاك لين ندرس الا عند حسب سرعه العمل المتفاقين معه وين توفق. وفعلا اعلنا احنا في الاتفاق اعلنا تعدل انتخابات سابقة الاوان، وبالتالي من المفروض اعلن يا الله سابت انتهي السنة تخرج انتخابات جهوية وبلدية، وحب يعني يا الله تعلم مولي معها انتخابات برلمانية لين يعود الاطار، فهمت؟ ما يقد يسمح بها، فهمت؟ لكن احنا نقصوه ونعود نشوفه ما تعجلون عن الشهر الأولي من السنة المقبلة يعدل فيه. المهم على الصيغة المطروحة إعلان انتخابات سابقة الأوان، هو الصيغة المطروحة وليش تقلوا عليها. هم طرف يطلب البرلمان على أنه يواصل إن تفهم أموريته، يقال إحنا بعد ذلك ما فات وصلنا بصفة رسمية، ولأن هم اللي معاهم هم اللي لأن إحنا متفقين معاهم عشان قالوا انتخابات سابقة الأوان، مع أن قابلين يعمر جانب وجانب ينترك كيف البلديات يعدوا انتخابات لهم عن مجال الجهوية اللي تم إنشاءها ويعمروا البرلمان، هذا احنا ما لنا معهم في الطرح، ولا هم اللي في اتفاق يقال هم اللي على كل حال، ذاك اللي قد يخلق فيه الطرح اللي محكم قدو إعادة العمل الانتخابية ما تعدل كاملة في آن واحد، يعدل جزء منها في هذه السنة وشوف يعدل في بداية السنة، هذا بعد تصور. الوقت يمضي بسرعة ونحن وقتنا انتهى. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا سيد محمد المحمد رئيس حزب الجيل الجديد وعضو لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار السياسي. لن نلقاكم مشاهدينا الكرام في حلقة قادمة من برنامج المشهد، لكم تحيانا جميعا، السلام عليكم.